للأنشطة المديرية للدخل والقروض الميسرة المنفذ من طرف مندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر، يهدف إلى تقليص البطالة وإنعاش الاقتصاد، حيث يغطي كافة مناحي الحياة الاقتصادية النشطة كما يشمل جميع بلديات الوطن. يصل غلاف هذا البرنامج في دورته الحالية إلى 2,300,000,000 أوقية قديمة، ستمكن من تقديم تمويل مجاني غير مسترد ل 1,783 نشاط مدير للدخل، ومنح 433 قرض حسن بدون فوائد وبفترة سماح هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ستسمح بتشغيل حوالي 10,000 شخص بصورة مباشرة. وتتمثل حصة ولاية غرغل من هذه التمويلات في 124 نشاطا مدرا للدخل و 38 قرضا حسنا. وسيتم في إطار نفس البرنامج تمويل 52 مشروعا جمعويا إضافيا بمبالغ معتبرة. والي غرغل المساعد أشاد بالمستوى التنظيمي والتسييري المعتمد في هذا البرنامج وبالمنهجية المتبعة في تيسير ولوج المستفيدين إليه. أنتهز الفرصة لأشكر مندوبية التآثر على الأعمال التي تقوم بها في جميع الوطن تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس محمد الشاغر غزواني. وأنتهز الفرصة كذلك لأثمن حضور معنا مديرة صناديق الادخار، وأثمن أيضا أن تكون شريكا في هذه العمليات، أن تكون هي المشرفة على التوزيع وعلى إعطاء القروض لمن يستحق. تتولى شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض تمكين حصول المستفيدين على هذه التمويلات في أماكنهم الأصلية عبر صناديقها الشعبية، بالإضافة إلى استرجاع القروض لمنحها من جديد لمجموعات أخرى. إن شبكتنا مسؤولة عن تنفيذ هذه العملية، لن تدخر أي جهد لنجاحها في شفافية تامة وصرامة كاملة والسرعة المطلوبة. ولهذه الغاية فهي مسؤولة عن التحويلات النقدية للأنشطة المدرة للدخل في الأماكن المستهدفة. ثانيا، سيتم تنفيذ هذه العملية بالتعاون الوثيق مع السلطات الإدارية والبلدية. من جهة أخرى، يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع رابطة العمد الموريتانيين التي تعمل من خلال البلديات على تسجيل الطلبات ومتابعتها والمصادقة على نتائج فرزها. أننا كمجالس بلدية نؤكد استعدادنا الدائم لمواكبة المندوبية في تنفيذ برامجها التي تدخل في صميم اهتمامات وصلاحيات المجالس البلدية، باعتبارها المرفق العمومي الأقرب للمواطن والأوسع تمثيلاً على المستوى الوطني والملامس بشكل يومي لآلام وآمال المواطنين. المنتخبون المحليون أشادوا بتدخلات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر بشكل عام وبدورها الإيجابي في ترقية الأنشطة المدرة للدخل ودعم ومؤازرة الفئات المتعففة. هذا ويندرج البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة المدرة للدخل والقروض الميسرة في إطار استراتيجيات المندوبية العامة للتآزر الرابية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة وتعزيز التنمية المحلية في عموم بلديات الوطن. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة كيهيدي.